مشاهدينا متواصلين معكم وصباح طيبة، بنروح معاكم لفقرتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة، وما زلنا مع أصداء مؤتمر المناخ، وبيسعدنا تكون في ضيافتنا النهاردة الطالبة زينب فريد، مشاركة بمؤتمر المناخ، وهي قائد فريق أسوان ممثلا عن فريق الصعيد. أهلا بيك يا زينب، شرفتينا. الحمد أهلا لله. بيك زينب، هي القائد المختار لحضور مؤتمر المناخ وقائد فريق أسوان أقل من 18 عام، مش كده؟ بالظبط. كلمينا عن مشاركتك وازاي تم اختيارك للمشاركة في هذا المؤتمر. طيب انا عندي 16 سنه زي ما انا قلت، فانا مش هينفع مثلا اقدم من ناحيه البلاتفورم اللي هي نازله اساسا للمؤتمر، ف يعني هي بتشترط سن 18 18 سنة. سنه بالظبط. فانا كنت تبع تيم اسمه اس ار اس، التيم ده اسمه ساينتفك ريسيرش سكول. التيم ده بيعمل زي توعية عن البحث العلمي وعن مؤتمرات نفس الفكرة، فهم كانوا المختارين ان هم يعملوا الحملة دي كمتطوعين. يعني انا كنت ليدر اسوان من سنتين مثلا، فالحملة دي كنا من وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة واليونيسف، عملنا زي كرفان عربية بتلف مصر بتعمل زي رفع وعي عن المشكلة بتاعة البيئة. هو اي مشكلة لازم تتحل، لازم اول حاجة اعرف اصلا ان في مشكلة عشان اعرف طبعا احلها. طبعا. بس فهم كانت العربيه عباره ان هي بتلف مصر وحاطه صور وحاطه بتعمل ورش عمل. الطلبه المتطوعين في المحافظات كانوا بيعملوا ورش عمل، وكانوا بيعملوا زي انشطه للاطفال وهكذا. احنا كان هنا عندنا يومين في اسوان، وانا كان معايا الفريق بتاع اسوان بالظبط، اشتغلنا مع بعض وكل المحافظات برضو اشتغلت. بعد كده جم يختاروا ثلاثه من القواد يعني بتوع المحافظات، اخذوني انا من الصعيد، واخذوا بنت من مطروح، واخذوا بنت من القاهره، وكان في فريق مركزي معانا دولانتي اللي هم بقى حضروا مؤتمر الكوي اللي هو كان في توليب، وحضرنا مؤتمر كوب 27 نفسه كله نفسه بقى في الجرين زون بس، وكان لنا الاكسس برضو ندخل الجرين زون انت في برضو. سنة كام يا زين؟ انا عندي ثانيه ثانوي 16 سنه. في تانية ثانوي. طيب، قادرة ان انت تعملي الانشطة دي كلها وتبقى محققة نفسها على ارض الواقع، وايه الانشطة اللي انتوا كنتوا بتعملوها لما كانت العربية دي بتجوب المحافظات، وبالتحديد لما جت محافظة اسوان؟ هي عبارة عن يعني انا اصلا عايزة اوصل الفكرة بس بشكل مرح يعني عشان الناس بشكل تستوعب بسيط يعني. تستوعبها، وانا عندي اعمار كتير وعندي عقليات كتير، انا لازم اوصل ليهم الافكار دي بتاعتي. فكانت مثلا بنتقسم مثلا كذا تيم، وكل تيم مثلا نقول مثلا مشكلة الاسماك مثلا، ان هو السمك مثلا بيتخنق من كتر البلاستيك اللي في الميه، فمثلا فريق يقول الاثار، فريق يقول الاسباب، فريق تاني يقول ممكن ازاي ممكن نحافظ على الموضوع، وان في الاخر بنطلع بتوصيات، والتوصيات دي بنرفعها وعلشان يعني القيادات كده يبداوا بالموضوع. جميل. مين اللي بيشرف عليكم في النشاط ده كله؟ هي وزارة البيئة، الدكتورة نسرين مسؤولة المناخ في يعني مسؤولة في مسؤولة البيئة بمناخ يعني جوه شباب والرياض. تمام. انت بقى لما روحتي مؤتمر المناخ اللي كان في شرم الشيخ، انت شاركتي فيه من بدايته من اوله لاخره. من يوم 6 لغاية يوم 18. طيب، التجربة دي في ايه وغيرت فيكي ازاي؟ اول حاجة ان انا اول مرة اسافر من اسوان للقاهرة لوحدي، دي كانت موضوع جديد خالص. تمام. وقعدنا 20 يوم، لان احنا من 25/10 لغايه 15/10 انا كنت موجوده، كل ده بعيد عن الدراسه وبعيد عن اهلي، فكان شويه بس كانوا بيرنوا عليا. كنت بس عاوزه اجرب فكره ان انا اسافر لوحدي عامله ازاي، فحاسه نفسي استفدت يعني. حاسه بعد كده هيبقى بعد اسبوعين في يعني تكريم وكده من الوزير، لا خلاص ماما خلاص سافر لوحدك، فخلاص بقى هبدا اسافر لوحدي. اعتمدوا عليك. خلاص. تمام. وصلتي لحد القاهره وصلت وبعدين لغايه القاهره، وبعد كده رحت ركبت من عند الوزاره، كان في لينا باص يعني، بعد كده رحنا هناك ايه على شرم الشيخ. على شرم الشيخ بالظبط. فهي كانت تجربه حلوه، وكانت ناس جديده يعني عشت معاهم 20 يوم يعني، اللي هو موضوع حلو قوي. طيب، شاركتوا بايه هناك وايه نوعيه يعني اللقاءات اللي تمت هناك؟ كان مثلا الكرفان بيبقى عربيه، تمام، وبيبقى فيه زي ناس يعني احنا اللي متطوعين، وبيبقى فيه يعني المؤتمر عباره عن ايه، عباره عن كل وزاره او كل مؤسسه ليها بوث بتفضل تشرح فيه اللي هي بتشتغله او هي اللي بتعمله بالظبط. تمام. بس ف
فكان مثلا بيعدي ناس من اليونيسف عالميين يعني جيرمي تشرح لهم انتوا بتعملوا بالظبط احنا كنا بنعمل ايه وكنا في المنطقه الخضراء كنا في الجرين زون بس كان لينا اكسس عادي ان احنا بنروح البلو زون يعني بس فكان مثلا يعني جيرمي هوبكنز مثلا اللي هو ممثل اليونيسف في مصر وزير الشباب والرياضه وزير البيئه ممثله الاتحاد الاوروبي اعتقد زارتكم برضه في ناس كتير خالص فكان هم بيعدوا على كذا كذا مكان بس كانوا بييجوا عندنا علشان فكره الكرفان نفسها ان هو عربيه تلف شهرين طبعًا. انا كنت بس مسؤوله عن اسوان بس كان في طارق احمد هو الليدر بتاع الاس ار اس بشكل عام هو كان بيلف مع عربيه كل المحافظات فكان الموضوع مرهق طبعا سفر 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 كتير عشان بس احنا نوصل فكره رفع الوعي وان احنا لازم نهتم يا جماعه بموضوع البيئه احنا لازم نهتم في تغيرات مناخيه لازم نركز في التعاملات وهكذا بالظبط بس فانتوا كنتوا بتشرحوا للضيوف الدور اللي انتوا بتقوموا اللي احنا عملناه والشغل داخل المحافظات بالظبط الشغل اللي احنا اشتغلناه في المحافظات انا كنت بتكلم بوجه الصعيد رفيده كانت بتتكلم بوجه المطروح حنين كانت بتتكلم على القاهره وباقي الفرق يعني كل حدا بيتكلم وجهة نظره عن محافظته مثلا انا بتكلم عن اسوان رفيده كانت بتتكلم عن مطروح عن البحر وهكذا انا كنت بتكلم عن النيل بيتلوث مصانع مثلا عندنا موضوع مشكله مخلفات يعني المصانع وهكذا يعني طيب انتوا كنتوا بتطرحوا المشكلات اللي انتوا كنتوا بتصادفوها فقط ولا كنتوا كمان بتقدموا مقترحات وحلول كان في مقترحات وحلول وكانت في مسابقه تانية اسمها تحدي الشباب كانت بتقدم مقترحات وحلول وكانوا بيعملوا زي مثلا مشاريع فكان في فريق من طنطا اخذوا الاول على مستوى العالم فهناك عرفنا النتيجه يعني كده هم كانوا الكرفان هو اللي طلع او يعني هو اللي راح اتناقش معاهم في محافظاتهم فهم بعد كده راحوا اشتركوا في تحدي الشباب وبعد كده وصل المشروع بتاعهم فهي عباره عن توصيل صوت الشباب انا بوصل صوت الشباب انا مش بستنى الشباب يجوني المؤتمر انا بروح للشباب دي فكره الكرفان إيه الاحتكاك بقى ده كل ده وزي ما احنا شايفين في الصور اللي نازله على الهواء دلوقتي مشاركتكم من خلال هذا المؤتمر وانتم صغيرين في السن كده الاحتكاكات دي يعني استفدتي منها ايه وخرجتي بنتيجه شكلها ايه انا كنت دايما بدخل حاجات ليها علاقه بوزارة التربية والتعليم يعني أول مرة أدخل حاجة ليها علاقة باليونيسف أو الشباب والرياضة حاسة إن أنا كنت في الأول بس مقتصرة على الناس اللي كانت دي بس يعني كنت مثلا عايزة أوصل فكرة أوصل فكرة حد كانت دي بس أنا كنت قلت لا خلاص أنا ممكن أوصل حد فكرة كبير مثلا حد أكبر مني ب 30 40 سنة أنت بقيتي لمضة أنت مش مخلية حاجة مش بتقوليها مثلا حد أكبر مني 30 40 سنة فخلاص يعني هو الفكرة حلوة تجربة جديدة يعني ناس جديدة فخلاص بقى كده هبدأ بقى أدخل أنشطة أكبر سفر ممكن حتى يكون في محافظة يعني كده بس عادي 18 المشكلة بالنسبة لي حوار السن طيب وبعدين كمان ان انتوا تشرحوا الكلام ده لناس كبار متهيألي بيكسر عندكم حاجز الخوف بالظبط وان انتوا يبقى عندكم مهابة من الناس الكبار اللي قدامكم مفيش قلق يعني مثلا ان الوزير عادي اشرح له انا عملت كذا كذا وكذا وزيرة البيئة برضو نفس وزير الشباب والرياضة يعني وزيرة البيئة مسؤولين يونيسف يعني حسن الموضوع كل ده يعني ضاف عندنا يعني حنكة شوية في الكلام برضو طبعًا. ان احنا نعرف نتكلم مع حد كبير ونتناقش معاه صح يعني ما نغلطش في الكلام او كده فكل ده استفدت بصراحه من الحمله وان انا اكون مسؤوله عن نفسي فتره كبيره اي برضه حاسه الموضوع كبير دي نقطه مهمه جدا طبعا مثالي ده ما كانش مطروح قبل كده يا زينب فكره مشاركه الشباب بالقوه دي وفي السن ده وان هم يروحوا مؤتمرات كبيره ويشاركوا ويقدموا اقتراحات ويقدموا حلول كل ده ما كانش متاح لا ما كنتش حاسه انه متاح قوي وحاسه ان انا اللي هو كنت شايفه دايما اللي هو لازم يكون حد كبير قوي لا أيوة. الحمد لله انا عندي 16 سنه وعرفت اروح فاللي هو لا يا ما في فرص في فرص بس عايز الواحد يعني يشتغل شويه على نفسه شويه يعرف ناس كتير عشان يبدا بعد كده يعني يعمل علاقات اكتر عشان يبدا يروح شغل تاني وهكذا بالظبط طيب بعد بقى ما رجعتوا وخلصتوا المؤتمر ايه اللي خرجتوا بيه وايه اللي المفروض ان هو هيتطبق خلال الفتره اللي جايه اللي هيتطبق خلال الفتره اللي جايه انا كزينب انا عندي انا داخله في مسابقات كتير ليها علاقه بالتربيه والتعليم زي ما انا قلت فانا كنت طالبه مثاليه اتحاد طلبه وهكذا فانا هعمل بالنطاق بتاعي نطاق المدرسه انا هشرح للمدرسه هحكي لهم اللي حصل واشرح لاني بنقل الخبره بالظبط انا وظيفتي كده لان انا يعني اتحاد طلبه فاتحاد طلبه عباره عن تبادل خبرات انا بروح اماكن وبروح لاماكن تانية عشان اعمل ميكس يعني من الاثنين بس فده انا اللي انا هعمله بس هو لسه في اقتراحات يعني ان هم يعملوا مشاريع تانية اوسع بس ده اللي انا اعرفه يعني تمام ناويه تشاركي في حاجات من النوع ده تاني كتير كتير قوي طيب والدراسه اخبارها ايه الدراسه ماشي الحمد لله ربنا يسترها بس ايه الفكره انه انا يعني بعرف مثلا ممكن افضل فتره ما ذاكرش وبعد كده يعني اول مره تجمع انا بعرف اعمل كده يعني مش من الناس اللي بحب امشي بالتوالي مش بالتوازي في المذاكره يعني ممكن افضل يومين كده اذاكر ماده وخلصنا
طيب هل النشاط الطلابي اللي انت بتشاركي فيه او الانشطه زي اللي انت شاركتي فيها دي بتدي لك دفعه وبتخليكي بالعكس يعني تتجهي للدراسه بشكل افضل؟ اه بتخليني اتجه في الدراسه بشكل اذكى، اه مش بشكل افضل، بس بتخليني اللي هو انا مش بس انا مثلا السنه عندي 12 شهر تديكي بوش كده، تديكي دفعه، اللي هو مثلا لو انا بس بذاكر 6 شهور او 8 شهور في السنه اللي هو انا السنه بتاعتي ضاعت، يعني السنه بتاعتي ضاعت لو انا بس بذاكر، يعني انا بعمل حاجات تانية، فانا المذاكره مثلا ممكن تتقلص معايا لخمس اربع شهور، بس بقى حاجات تانية بعمل حاجات انشطه طبعا دي الخبرات اللي انت خرجتي بيها دي، يعني عايزه اقول لك ان هي دي الحياه بالظبط، هي دي الحياه الحقيقيه، دي الحياه الحقيقيه. الدراسه والتعليم مهم جدا طبعا، والتحصيل الدراسي مهم جدا، لكن الخبرات اللي انت خرجتي بيها دي برضو مش قليله. بالظبط. طيب ناويه تعملي ايه في الفتره اللي جايه؟ ناويه اعمل ايه الفتره اللي جايه؟ انا مجهز لمسابقه اسمها طالب مثالي زي ما انا قلت، بس واحاول اقدم بقى على انشطه تانية مثلا تكون بس اوسع، يعني ممكن تبقى سنه مثلا او حاجه زي كده، احاول اقدم على انشطه او برامج تبادل ثقافي او حاجه زي كده. طيب الدعم اللي بتاخدوه من مثلا المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية زي اليونيسيف والأمم المتحدة، الحاجات دي فرقت كتير طبعا خالص، هما يعني نفسيا برضو يعني غير ان هما كده كده كل حاجات يعني بيعملوها وكده، بس هما نفسهم يعني لطاف في التعامل وطريقتهم حلوة، ويعني منظمين جدا 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 جدا، وطريقتهم حلوة خالص، كلهم بتوع اليونيسيف. مش هتخافي تروحي اي مؤتمر تاني تقعدي فيه لوحدك؟ لا خلاص انا اتعودت، خلاص مش هرجع تاني ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا يا زينب، شرفتينا النهارده، ودايما نقابلك وانت عامله نجاحات وعامله مؤتمرات ومشاركه فيها باذن الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا زينب فريد، احدى المشاركات شرفتينا، شكرا. مشاهدينا بهذا اللقاء بنوصل معاكم لختام حلقتنا النهارده، هنقابلكم على خير غدا ان شاء الله، ولقاء جديد وصباح طيبه، نتمنى دائما ان تكون اخبار طيبه. في النهايه بنقول لكم ارق تحيات اسره البرنامج وتحياتي، شكرا لكم والى اللقاء.